حيرة يقف اليراع إذا هفت روحي لأكتب عن ظهورك سيدي. من أين أبدأ؟ هل من الشوق الذي في كل شريان يروح ويغتدي، أم من قلوب لا ترى عشقا سوى عشق تملكها ليوم الموعد؟ تترقب النور الذي سيشع في يوم الظهور بشوقها المتجدد، وتظل تنتظر البشارة بالظهور المهدوي لختم آل محمد. لا اليأس يطرق بابها يوما، ولا طول المدى يوحي لها بترددي، ويظل ديدن من يخالف نهجنا هو ذاك لم يطرأ عليه تبدل. جحد الإمامة يوم لاقى ربه طه، وفي حق البتول تغول. وخلافة كانت لمن هو أهلها حجبوه عنها وادعوا وتأولوا، ثم ارتقوا من بعدها لعداوة في حق شيعة حيدر وتقولوا. ومضت قرون والجحود لحق آل محمد باق كما هو أول. لن يفلحوا ولسوف تخمد نارهم يوم الظهور لمن عليه نعول.